ازيك؟ انت عرفت هنا ازاي؟ هي دي اهلا بتاعتك؟ اقفل الباب وتعالى، عايزك في حاجه. حاجه ايه؟ منى مش هنا. طب ما انا عارفه ان منى مش هنا، انا جايه لك انت. ما تخافش، مش عايزك في حاجه عيب ولا هعضك. اقفل الباب وتعالى. في ايه؟ يا خوفي بنت انتي، انا من ساعة ما شفتك وانا حاسك مش مظبوط. انجزي وقولي عايزة ايه؟ عايز اسألك سؤال رخم شوية بس تجاوبني بصراحة، قصدي في مصلحتك مش في مصلحتي انا. هي مراتك لما جيت تدخل عليها كانت فابريكا ولا متجربة قبل كده؟ انا دراعي ما بيفرقش بين راجل وحرمة. طب اهدى اهدى بس شوية، يبقى ضحكت عليك. عملت العملية اياها او اشترت اللي انت عارفه؟ انت وقعت زي الطور. اطلع بره بنت انتي. طب من الاخر كده، منا زمان ايام الجامعه كانت ماشيه مع واحد زميلنا اسمه حسام وناموا مع بعض، وانت سيدي العارفين عمك حسام عمل عملته وخلع وانت لبست زي الباشا. لسه بعتلك رساله دلوقتي فيها صورته، وريها لها وبقابلني لو عرفت تنكر. غيرت حاجات على كده وبس، ده فيه الأوسخ. عارف ايه هو الأوسخ؟ تقعد دلوقتي في البيت فاكر مراتك في الشركة في ميتنج مع شريف. مش حقيقي، مراتك دلوقتي في سويت واحد اسمه عمرو الشربيني رجل أعمال، ودي مش أول مرة، وشريف اللي كان بيرتب لهم الميتنجز مع بعض. عارف سفرية دبي دي بتاعت البرنامج ليه يا أذكى اخواتك؟ علشان عمرو الشربيني رايح يعيش هناك، وعايز منها تبقى جنبه وهتاخدك معاه زي الاهبل. وطبعا كل الناس عارفه ان انت كده لمؤاخذه دلدول الست. ده عنوان الاوتيل ورقم الاوضه، لو مش مصدقني روح اتاكد دلوقتي بنفسك. امسك. وبدل ما تعمل ذكر عليا ابقى اعمل ذكر على مراتك يا سيدي الرجاله. ايوه متأكدة، مش عاوزة. ما تقوليش حاجة وترجعي تندمي عليها. ناس كتير عملوا كده ورجعوا خبطوا دماغهم في الحيط طول عمرهم. وأنا مش هبقى من الناس دي. أنا جاية وعارفة أنا عايزة إيه بالظبط. ومش هندم. ومش هرجع تاني. أنا مش عايزة الشهرة. ولا عايزة النجومية. ولا عايزة أسافر، ولا حتى عايزة البرنامج اللي أنت هتعمله لي. ولا عايزة حياة الغموض اللي أنت عايشتني فيها دي. أنا مش عايزاك تتحكم فيا. أنا يا سيدي مش عايزة حاجة من الدنيا غير إن أنا أقعد أستنى جوزي في البيت وبس. عايزة أقعد أعمل له أكل بإيدي. مش عايزة أحس إن أنا ست زبالة وأنا نايمة جنبه في السرير وأنا عندي حياة تانية هو ما يعرفش عنها حاجة. مش يمكن ده بانك عشان السفر قرب؟ لا مش بانك يا مستر عمرو. وروح شوف لك حد تاني يكون بتاعك بس مش أنا. عشان أنا مش بتاعت حد. أنا بتاعت نفسي وبس. وبتاعت كرم. الو، ايوه كرم. انت فين؟ انا لسه مخلصه شغل من الشركه ومروحه اهو في الطريق. انت كويسه؟ انا مبسوطه قوي. بقول لك انا خلاص مش هسافر، خلينا هنا قاعدين مع بعض، ايه رايك؟ ايه اللي حصل؟ هو انت مال صوتك؟ مفيش حاجه منه. طب خلاص انا لما اجي احكي لك على كل حاجه. انا بحبك قوي يا كرم. وأنا كمان بحبك يا منى. طب يلا سلام.
ايوه يا فندم، زي ما بقول لحضرتك بالظبط، شركة ايبك اسمه شريف والاثار دي عنده في الشركة. اه يا فندم بيتاجر فيهم. فعل خير يا باشا. الرومانسيه دي كلها يا كرم. ما انا قلت لك بحاول اعوضك في وقت قليل عن كل اللي شفتيه في حياتك. علشان كده كلمتني تشوفني هاجي امتى من الشغل؟ اتاخرت ليه؟ عامله لك مفاجاه. دي ليله المفاجات بقى. هو انت عامل مفاجاه تاني غير الحاجات الحلوه دي؟ عندي. بس قولي انت الاول، ايه المفاجاه اللي خليتك تتاخري عليا كل ده؟ ايه اللي في الظرف ده؟ قبل ما اجي عديت على شركه العقارات اللي انا كنت حكي لك عنها. بيبنوا مرحله جديده حلوه قوي يا كرم. شققهم تحفه. احنا ناخد شقه هناك ونعيش فيها. انا خلاص ما بقتش عايزه اسافر دبي. ولا عايزه اعمل برنامج. ولا حتى اشتهر. خلاص هعيش معاك في الحته اللي انت تستريح فيها وبس يا كرم. هو عمرو الشربيني غير خطته وهيلغي شغل في دبي؟ احسن برضه. ابقى بقرون هنا احسن ما ابقى بقرون هناك ومتشحطط كمان. اللي انت بتقوله ده يا كرم، انت اسبل واحده عرفتها في حياتي.